حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. نتفق جميعا أن الأجهزة الذكية أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة، وأصبحنا أيضا نعتمد عليها في كل تفاصيل حياتنا ونشركها في أدقها. مؤخرا بدأت تظهر أعراض على بعض الأشخاص توصف بأنها إدمان، وهو ليس إدمان على نوع من الحبوب أو الكحول أو الأكل والشرب، وإنما إدمان إلكتروني. وصفه خبراء بأنه تسمم رقمي، ذهبوا بعيدا بوصفهم، ولكن يحتاج إلى طبيب أو علاج وإلى تحليل متخصص. فما هو التسمم الرقمي؟ هل هو فعلا تسمم بالمعنى الدقيق للكلمة؟ اليوم يجاوبنا على هذه التساؤلات البروفيسور مالك يماني، دكتور في الدراسات المستقبلية وعلم النفس. حياك الله دكتور. أهلا بك يا عبد الله. الله يسلمك. عندنا تقرير طبعا عن الحالة ومن ثم نعود. جميل جدا. مشاهدينا إلى التقرير وعودة بعد قليل. أصبحت الشبكات الاجتماعية الهاجس المسيطر على الشباب، إذ أن أول ما قد يفعله الشخص عند الاستيقاظ هو تسجيل الدخول إلى الفيسبوك أو تويتر أو ماي سبيس أو غيرها من شبكات التواصل، وهذا هو أيضاً ما قد يفعله الشخص قبل الذهاب إلى النوم أو العمل أو التحضير للدراسة. شيئاً فشيئاً تحولت وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية إلى إدمان عند غالبية أفراد المجتمع. وللحد من هذه الظاهرة الخطيرة، انتشرت مؤخراً دعوات ملحة لحمية إلكترونية أو الصوم الرقمي، إذ بدأ خبراء ينادون به للحد من هذه الظاهرة المقلقة على الصعيدين الاجتماعي والصحي للأفراد. ومع التطور المتسارع الذي تشهده الحياة الرقمية، يتوقع الخبراء تنامي وظيفة أخصائي معالجة التسمم الرقمي كأحد أهم الوظائف المستقبلية الجديدة المنتظر ظهورها في السنوات العشر المقبلة، والتي يتولى فيها المختصون مهمة تقييم احتياجات الأفراد من التكنولوجيا الرقمية وفصل الأفراد الذين يعانون من ضغوط بسبب التكنولوجيا عن أجهزتهم، إضافة إلى توفير حياة بعيدة عن التكنولوجيا لفترة إلى حين زوال الضغوط المتوقعة. البروفيسور والدكتور طبعا مالك يماني، يعني الموضوع فعلا مهم لأنه يؤرق الجميع، لكن جداً. كلمة تسمم رقمي، جميل برأيك؟ جميل جدا. قضية التسمم، احنا نعرف أن عندما الجسم يتسمم ما الذي يحدث له؟ قد يموت، صح؟ نعم. قد يضحل وقد يندثر، أليس كذلك؟ صحيح. لكن عندما يتعلق الأمر بالتسمم الرقمي، ما الذي يموت في الإنسان؟ تموت روحه. نعم. ويموت عقله. نعم. وأهم شيء تموت يعني إرادته. صحيح. بمعنى آخر، بمجرد أن يصل الإنسان إلى هذا النوع من التسمم، بمعنى أنه وصلنا إلى نوع من الإدمان، فجأة في هذه اللحظة يكون الإنسان قد وهب إرادته لهذه التكنولوجيا ولكل ما يجري حولنا. نعم. وبالتالي ما هذا التسمم الذي للأسف يأخذ منا أجمل ما فينا، وهي إرادتنا وأرواحنا، وبالتالي قدرتنا على التعامل مع الواقع ومع المستقبل. جميل. أكثر من مهم معرضين لهذا التسمم، هل هو الجيل الحديث أو أصبح أيضا الجيل اللي هو مرينا فيه والأكبر منا أيضا سقطوا في هذه الهاوية؟ كل الدراسات أخي عبد الله تبين أن هذا النوع من التسمم لا يترك مستوى دون مستوى. لا. نساء، رجال، أطفال، شيوخ، متوسط الأعمار، لا فرق عنده. نعم. لماذا؟ احنا يجب ان نفهم الاسباب لكيف توجد. جميل. هذه المؤسسات مثلا مثل ابل، سامسونج وما الى ذلك، كل هذه المؤسسات التي تنتج هذه الادوات او هذه الاجهزه، هي مؤسسات تعرف اين ما الذي اريده الان، وما الذي ساريده خلال 3 أشهر، خلال 3 سنوات، وخلال 10 سنوات، وخلال 50 سنة. نعم. فهي ماذا تفعل؟ هي مهيئه لكي تزودني بما اريده. اكثر من ذلك، هي توجد لي الدور، تفرض علي بطريقة مبدعة جميلة جدا، تفرض علي حاجتي، فتصبح فجأة حاجتي وهي لن تكون حاجتي. نعم. فأضطر أنا أن أتعايش معها وأن أتبناها على الرغم مني. جميل. فلاحظ، فإذا في هذه الحالة هناك أمران. الأمر الأول أن هناك آلة تسعى إلى خلق قيم مستقبلية. صحيح. إحنا سنكون مضطرين أن نتعامل ونتقبل. نعم. الجانب الثاني هو قدرة الإنسان للأسف على أن يهب نفسه للآخر. نعم. ولذلك كما يقول مالك بن نبي،
لا يوجد إنسان يستعمر هكذا، ولكن لا بد أن تكون قبل ذلك أن تكون عنده جاهزية للاستعمار، وجاهزية للاستبداد، وجاهية في هذه الحالة لكي يستعمر تقنيا أو رقميا، وهذا ما يحدث عندنا. طب في وقتنا الحالي عندما نجد الإنسان في هذا الموقع لا بد أن يكون هناك أسباب، هل هو وقت الفراغ الكبير أو هل هو عدم العناية الأسرية بشكل مناسب وفتح الباب إلى الشباب، لأن هناك وقت طويل جدا، فاستثمار هذا الوقت لا بد أن يكون بطريقة جيدة. صحيح. نعم الإنترنت أحد السبل للتنمية والمعلوماتية وكثير من الأشياء، ولكن صحيح. نحن لماذا وقعنا في هذا الشرك؟ سؤالك أخي عبد الله في غاية الأهمية، أنت مجموعة من الكلمات تحتاج إلى فعلا صحيح. أن نضع خط أحمر تحتها مما قلته، واحدة منها قضية الفراغ. نعم. أنت تعرف الطبيعة، الطبيعة كما خلقها الله لا تقبل الفراغ أبدا. نعم. فهي كلما حدث فراغ هي مضطر أن تعوضه بشيء، أن تملأه بشيء معين. فمثلا عندما لا أجد مثلا إنسان أتعامل معه وأجلس هكذا، فجأة تأتيني أفكار غريبة جدا تأخذني من واقع أنا من واقع إلى عالم آخر. عندما أكون وحدي ويأتي أناس آخرون يأخذونني فجأة، سلبوني من واقعي إلى واقعهم. نفس الشيء بالنسبة لإنسان القرن 21. إنسان القرن 21 أصبح عنده نوع من الفراغ العلمي والثقافي والذاتي، يعني نوع من فهم الذات قل بشيء كثير، فكان لابد أن نعوضه بشيء. مفاهيم كثيرة، قيم كثيرة قلت، مثلا قيم تحمل المسؤولية، قيم الأحلام، يعني مثل سمو الشيخ محمد في إحدى مقالاته الجميلة يقول يعني نحن في عالم نحتاج إلى من له القدرة على الحلم. نعم. بمعنى آخر ليس أن تحلم فقط. صحيح. صحيح. وإنما أن تتعدى الحلم إلى تحقيقه. نعم. الغريب الأمر أن الحلم في ظاهره جميل، لكن عندما يأتي ويتعلق بما أحمله داخلي فجأة هنا تبقى العراقيل. صحيح. أستطيع ولا أستطيع. صحيح. إذا قلت أستطيع فأنا أملأ الفراغ، وبالتالي لن يكون لهذه الأجهزة طبعاً. أي تأثير علي. لكن إذا قلت ربما أو لا أستطيع، ربما فلان سيفعله، فجأة تجد هذه الأجهزة مكانها واسعا في حياتي. الحلول تأتي على بالضبط. في نفس السياق الموضوع اللي تتحدث عنها الآن، معنا أيضا مداخلة هاتفية. جميل. تحدثت أيضا الأخت هبة سمت عن الموضوع بهاي الطريقة، لذلك ما نأخذ أيضا استشارتها. جميل. الأستاذة طبعا معنا على الهاتف الأستاذة هبة السمت، هي رئيس نادي الإعلام الاجتماعي بالإمارات. حياك الله. الله يحييك، مرحبا. الله يحفظك يا رب أختي. طبعا يمكن سمعتي أنت أيضا مع البروفيسور الدكتور مالك يماني كان يتحدث قبل شوي عن امتلاكنا للحلم، وأنت ذكرتي في صحيفة الإمارات اليوم أن الأجهزة الذكية أدوات مذهلة يجب أن نمتلكها ولا يمكن أن تمتلكنا، فكيف؟ صحيح. كيف ذلك؟ نعم. طبعا الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي هاي كلها خدمات أو منصات متوفرة عشان تكون نستخدمها بطريقة إيجابية، بس للأسف البعض قام يستخدمها بطريقة خلتها يدمن عليها، وقام يستخدمها بطريقة مفرطة لدرجة أن احنا قمنا ننسى عاداتنا وتقاليدنا، وقمنا أصلا ما نلتقي بعض حتى وإحنا جالسين في نفس المكان نتواصل ويا بعض من الأجهزة الذكية أو من الهاتف أو الآيباد أو أي شيء ذكي. فنعم الأجهزة الذكية لازم هي احنا نعرف كيف نمتلكها، احنا يكون عندنا قدره في ضبط كيفيه استخدامها، مو بدنا نخليها هي تسيطر علينا وهي اللي تفرض علينا طريقه استخدامها. جميل. نحن طبعا استاذه هبه يعني بدينا نسمع مصطلحات جديده، هنا التسمم الرقمي، ومن ثم سمعنا عن صوم رقمي، فبرايك وصلنا لهذا الحد ان يكون في صوم من استخدامها؟ صحيح. احنا بعد كم من يعني قريب على شهر رمضان، فاتوقع انه يا الوقت ان احنا بعد نخفف من طريقه الاستخدام الخاطئه للهواتف الذكيه وشوي ان نصوم عنها. وانا جربت الموضوع حقيقه، يعني في يوم عالمي مسوينه اليو ان انه هو يوم ان الواحد شوي يسوي ديتوكسيفاي عن المواقع عن الاجهزه وما يستخدمون الاجهزه الذكيه. فحلو ان انت يوم، يعني انا يوم اول ما جربت وسويت الصوم الرقمي
ما اخفي عليكم ان انا في السياره اكتشفت اشياء انا ما كنت يعني ما شفت شارع وشفت اشياء جديده يعني موجوده انا يمكن ما كنت انتبه لها قبل. نعم. فالهواتف الذكيه خلتنا ما ننتبه للاشياء اللي حولنا وحتى في اشياء يمكن البعض يمكن تلاحظون ده تويتر كان داون لفتره او انستغرام استوى داون، البعض يقول يلا خلونا نصير نتعرف على اهلنا مره ثانيه. اي والله يعني هاي يقول لك انه كيف تعلقنا وتعلق البعض في مواقع التواصل الاجتماعي وايضا الاجهزه الذكيه خلانا ننسى حتى اشكال اهلنا للاسف. يعني طبعا هو في نكته وايد يعني منتشره الان، لكن بناخذ اول شيء راي ايضا الدكتور على عمليه الصوم الرقمي مثل ما قالت. يعني هاي يمكن بادره جدا مهمه قدمتها الاخت هبه. خليك ويانا اخت هبه تسمعين تعليق الدكتور ايضا وشاركينا في الحديث. استاذه هبه يعني اتت باشياء جميله كثيره جدا. نعم. حقيقه احنا من ناحيه المستقبل احنا نعرف اين ستكون هذه الاجهزه خلال 5 وخلال 10 وخلال 30 سنه المقبل. في النظاره بتكون وهي لا تزيد الا ضراوه فعلا. نعم. واحده منها لا تزيد الا ضراوه. صحيح. لا تزيد الا قوه ولا تجد الا فعلا جذبا. صحيح. للانسان الصوم لن يكفينا وحده، انما نحتاج الى اعاده هيكله البيئه الاجتماعيه التي نعيش فيها من. نعم. اسره ومن واقع اجتماعي نعيشه جميعا، غير ذلك ستسرقنا هذه الأجهزة تماما كما يقول صلى الله عليه وسلم. يعني إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. نعم. وكلما بعدت عن المجموعة كلما استطاعت هذه الأجهزة أن تأخذك. أن تأخذك يعني. نعم. أنا أذكر كنت ما زلت أشتغل في سيسكو سنة 2005 وكنا آنذاك نرسم ماذا سيكون خلال سنة 2017. جميل. يعني هذا الذي رسمناه تضاعف ثلاث مرات. يعني كما قلت لك أصحاب التكنولوجيا هناك يدرسون حاجاتنا. نعم طبعا. بل أكثر من ذلك يفرضون علي اتجاهها في اتجاهها. إذا أنت في حاجة إلى استعداد مغاير غير الصوم. لماذا؟ أنك لا تستطيع أن تصوم وأنت في سيارتك. نعم. لا تستطيع أن تصوم والعالم كله حولك يناديك يناديك تعال. نعم تعال. فهي حل لمن يستطيع. فمثلا أستاذة هيبة الله يحفظها يعني ما شاء الله عندها قدرة أنها استطاعت، لكن هل للناس كلها هذه القدرات؟ نعم طبعا. حتى تتعب العضلات. أيه. هذا هو السؤال. صحيح. أستاذة هبة شو رأيك شو تنصحين الجميع دون استثناء؟ أتوقع أن كل حد عنده القدرة. يعني إذا إحنا يوم من الأيام الإنترنت استوى داون شوف للأسف إحنا ما نصوم أو ما ننقطع عن هواتفنا إلا يوم مثلا يا الفاتورة مقطوعة يا الإنترنت ما يشتغل يا الفريجي خربان يا اتصالات سووا شيء أو دو سووا شيء صراحة. بس لازم احنا نكون عندنا القدره ان احنا شوي شو المشكله ان احنا ساعه في اليوم مثلا ننقطع عن التكنولوجيا وعن هواتفنا الذكيه. طبعا. ما اتوقع يعني ساعه قبل النوم او ساعه اول ما ننش الصبح ما اتوقع ان في مشكله. ونصيحتي للجميع وبدون استثناء ان انصح الجميع انهم يحددون طبيعه علاقتهم بالتكنولوجيا وهواتفهم الذكيه ها اول شيء يسوونه. نعم. وبعدين يحددون درجات الاستفاده منها، هم التليفون وياهم ليش او هم ليش يستخدمون هواتفهم بهالكثره. ولازم يكون في حزم وفي هم لازم يتخذون قرار انهم يبون ينفصلون عن هالأجهزة. وبعدين أتوقع أنها كلها يعني شيء نفسي، إذا أنت متعلق بتليفونك أو متعلق بالجهاز أتوقع أنه لازم يكون في نية أو أنت تحدد أن أنت خلاص من الساعة الفلانية لين الساعة الفلانية ما راح أستخدم التليفون. طبعا طبعا. وعندنا على الآيفون وعندنا على السامسونج في شيء اسمه نايت مود، مثلا من الساعة الفلانية تليفونك يستوي أوف بدون ما أنت تحطه أوف. فخلاص أنت برمج نفسك وبرمج حتى الهاتف الذكي انه يتسكر طال الوقت. فاتوقع هو بس طريقه لايف ستايل يعني. طبعا 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 تستخدم هالمواقع. نعم طبعا انت صادقه في كلامك. طبعا كثير من الحلول لابد ان احنا نحصل عليها. نحن نشكرك استاذه هبه على هذه المداخله. ربي يحفظك ان شاء الله يا رب. يعطيكم العافيه. شكرا. الله يحفظك. اذا شكرا للاخت هبه السمت وهي رئيس نادي الاعلام الاجتماعي بالامارات. ذكر طبعا بعض الحلول. انا اقول يمكن لو رد حق تليفون الولي هذا مال فلاش بدون كاميرا بدون هاي الاشياء هذا يمكن يكون حل. نعود الى حل جذري. نعم خلي التليفون ذا خلال النهار. صحيح عمال. صحيح. زين دكتور في بعض المصطلحات وردت في صحيفه الامارات اليوم حول هالموضوع هي خطر الاستعمالات الباثولوجيه للانترنت وايضا هناك حميه الديجيتال ديتوكس. نعم شو المقصود بها؟ الباثولوجي يعني هو معناه مرض
وهذا المرض قد يكون نفسيا وقد يكون عضويا. نعم. أليس كذلك؟ صحيح. الغريب الأمر وأنا هكذا يعني هذا أريد من إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدين أن ينتبه، الباثولوجيز أو الأمراض التي تأتينا من هذه الأجهزة ليست فقط نفسية وروحية وإنما أيضا جسدية. نعم. لماذا؟ كثرة النظر إليها أولا تدفعك إلى أنك تجلس جلسة معينة. صحيح. صحيح. فهذا قد يؤثر على ظهرك. نعم. قد يؤثر على أناملك. نعم. أصابعك. قد يؤثر على النظر، قد يؤثر على أشياء كثيرة. إذن فهناك أثر بيولوجي ليس. نعم. كذلك. صحيح. عضوي. ثم عندك الجانب النفسي، وما أقبح الجانب النفسي. لماذا؟ كما قلنا لأنه يسرقك قدرتك على التفكير المنظم. نعم. ولذلك كما قلنا في البداية ما الذي نحتاجه حتى نتعامل مع هذا الواقع من الآن وكما قلت لك الذي لا يزيد إلا تضخما؟ أن نملأ حياتنا بشيء معين. الحمد لله احنا في هذه البلاد صلى الله عليه وسلم عليه أمنا وأمنا عندنا هذا العام عام القراءة، وأنا متأكد أن في العام المقبل قيادة البلاد أنا متأكد ستأتينا بأفكار أخرى. طبعا. اتصور لو استعملنا فقط مفهوم القراءة هذا العام. نعم. نستطيع أن نؤثر كثيرا على هذه الباثولوجيا وهذه الأمراض، وننقل إنسان الإمارات وإنسان الذي كل من يهتم بنفسه من عالم اللامبالاة اللاوعي، لأن حقيقة ما تفعله هذه الأدوات أنها تسرق منك وعيك، فجأة تصبح إنسانا صحيح جسد ولكنك تعيش في عالم الآخر. نعم. يمتلكك الآخرون تماما كما تمتلك قبل ذلك هذه الأجهزة التي تستعملها. فلذلك يجب ملء الفراغ، يجب إعادة بناء الحلم. طبعاً. يجب إعادة بناء المشاركة. أنا كم أرجو مثلا أن نبدأ في العمل التطوعي بالنسبة للشباب للانشغال. نعم. نعم. تعبئة الفراغ. نعم. كل من شغلنا كلما أوجدنا طرق للتفريغ للترفيه عن النفس وملء ما هذه النقص الذي يحدث لدينا، كلما قلت حركتنا كلما كان أثر هذه الأجهزة وهذه الأدوات الرقمية أقوى بكثير من أن نحارب أو نحد حتى في الصيام. ولذلك ما الذي يحدث مع الصيام؟ نظرا لأن العادة أنت عندما تعودت على شيء فأنت فجأة أوجدت لنفسك قدرا معينا. صحيح. رهن إشارة هذه الأدوات. نعم. ففجأة قد تكون صائما وشيء جديد قد يتغلب عليك أنت لا قدرة لك عليه، تتحول من إنسان صائم إلى إنسان مفطر. صحيح. بطريقة طبعاً. عادية جدا طبيعية جدا لا تحسها إلا بعد فوات الأوان. فلذلك إحنا نقول يعني خصوصا هذا العالم يعني هذه الأدوات على جديتها وجمالها وحاجتنا إليها هي أيضا تسرق منا أغلى ما فيها في 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 هذا في في هذا في وجودنا وكينونتنا. وجودنا وكينونتنا. فإحنا ما الذي نريده؟ أنا أريد عندما ألتقي مع أخي عبد الله مثلا أريد أن ألتقي مع الإنسان كاملا، ولا أريد أن ألتقي فقط مع الجسد، بينما العقل والروح راحوا في مغامرات مع هذه المجموعة ومع هذه المجموعة ومع هذا الشخص ومع ذلك الشخص. نحن الآن ولذلك كما كنا نتحدث قبل قليل أم تجلس صورة رهيبة جدا، أم تجلس مع ابنتها وبينهما صورة لهاتف ذكي. نعم. كأنه أصبحت هذه الأجهزة مانعة للعلاقات فيما جداً بيننا، وبالتالي تحجبنا عن هذه الحميمية. الحمية كما قلنا لا يمكن أن تكون إلا من خلال ملء الفراغ. نعم. لا يمكن أن يعني مهما فعلنا. وأنا أرى ولذلك أنا كم تعجبني هذه المدارس مثلا التي بمجرد يدخل الطالب إلى حرم المدرسة تمنع عنه هذه الأجهزة تماما. لماذا؟ أنت في هذه الحالة تبني عنده عادة، كن ما تشاء خارج هذه صحيح هذا صحيح الإطار. صحيح. لكن بمجرد تدخله أنت تصبح إنسان مسؤولا، لأن نريد أن نبنيك لغد أفضل. نعم. نفس الشيء بالنسبة للأسرة، أنا كم أود أن الأب مثلا قبل أن يدخل إلى بيته عندك أشياء تهم عملك افعلها، لكن بمجرد تدخل إلى بيتك أوجد لنفسك عادة تعطي لزوجتك، تعطي لابنتك، لابنك، لأبيك، لأمك، لكل أحبائك جزءا من حبك، من حبك جدا. نعم. من كينونتك، جزءا. صحيح. من فلسفتك في الحياة. نعم. غير. نعم. ذلك أنت تصبح مزعجا في هذه الحياة. ليش؟ تصور أب يدخل على أولاده وكل مرة إما على تشاتينج وإما على هاتف أو. نعم. مكالمة، كيف انظر إليه أولاده؟ حتى هم ينشغلون عنها يعني. طبعا. لا نجدوه حتى لو ندهو ما يسمعهم، وبالتالي يعني الموضوع يمكن دكتور نحن لو
مهما حاولنا أن احنا نلف وندور حولها يعود في الأول وفي الأخير على إمكانية الإنسان بضبط نفسه، على إمكانية الإنسان بأن يضع لحياته جدول معين بالضبط. يراعي فيه حياته اليومية فعلا. من خلال العمل وخلال العلاقة الأسرية والعلاقة المجتمعية، ونعود إلى هذه العلاقات ولا يكتفي فقط بعلاقته، أصبحت العلاقة هي علاقة الإنترنت والتليفون فقط. نحن طبعا نشكرك على تواجدك معنا اليوم، والحديث طبعا طويل ولكن لا يسعنا الوقت. شكرا لك دكتور. شكرا لك خلف فاضل. الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. مشاهدينا كل الشكر للبروفيسور مالك يماني دكتور في الدراسات المستقبلية وعلم النفس، والشكر موصول أيضا إلى الأستاذة هبة السمت وهي رئيس نادي الإعلام الاجتماعي بالإمارات، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. كنا معكم في حوار المساء، عودة بعد قليل مع مساء الإمارات.